انتقل إلى زاوية أخرى وهي زاوية على كل مع الكاتب والصحفي محمد عبد القادر من صحيفة اليوم التالي، والتي جاءت اليوم تحت عنوان المجد للمتاريس ما أشبه الليلة بالبارحة. ابتدر محمد عبد القادر زاويته ويقول: المتاريس السلاح الذي استخدمته قوى الحرية والتغيير وأسقطت به الإنقاذ ودافعت عنه حتى النهاية ترفض توجيهه إلى صدرها اليوم. لا مبدأ في عرف السياسة السودانيين من اليمين إلى أقصى اليسار. المكافألية البغيضة تتحكم في المواقف. استخدام أي سلاح لإسقاط خصمك حتى وإن كان صدئا وحينما يوجه ضدك غدا أعلن أنه محرم ومخالف للقوانين والأعراف الإنسانية، وقل فيه ما لم يقله مالك في الخمر. ويقول الكاتب: ما تتبناه حكومة حمدوك اليوم من امتعاض تجاه المتاريس يمكن التدليل به على ضعف المبدئية في السياسة السودانية. ما تستخدمه ضد العدو اليوم يصوب نحو وجهك غدا، تتبناه وتدافع عنه حينما يكون سلما للوصول إلى السلطة، وترفضه حينما يوظف لمعارضتك وإسقاطك. ويقول: بح صوتنا ورمينا بأقذع الألفاظ، ونحن نرفض المعارضة بالمتاريس ونستهجن سلوك الصبية الذين يحيلون حياة الناس إلى جحيم، بينما الدولة عاجزة عن فعل شيء. تسببت المتاريس التي مجدتها الثورة، ثورة القحاتة، في فقدان أرواح عزيزة مصابون بالأزمة، فارقوا الحياة لصعوبة الوصول إلى المستشفيات، نساء في آخر مراحل المخاض، حرمتهن المتاريس من حقهن في الولادة، وفارقن الحياة على أعتابها. يستمر محمد عبد القادر وهو يقول: الساسة لا يستفيدون من تجاربهم. ما تستخدمه ضد عدوك اليوم سيكون متاحا لإسقاطك به غدا. يقرؤون من كتاب واحد، لا تسعفهم الحكمة لتفادي الطريق الذي أطاح بسلفهم. يسيرون نحو ذات الهاوية التي أزهقت أرواح السابقين، لا يتركون ما فعله سلفهم اتقاء لذات المصير الأسود. ويتساءل الكاتب: ترى لماذا تشكو السلطة الحاكمة من المتاريس الآن وتطلق يد الشرطة لإزالتها، وقد اعتمدتها بالأمس أيقونة وشعارا لإسقاط الإنقاذ؟ ما الذي يمنع أن تسقط التروس الحكومة الحالية فما أشبه الليلة بالبارحة؟ الغلاء والغليان هو ذاته، والصور نفس المشاهد. ختم محمد عبد القادر هذه الزاوية وهو يقول: ما يستفاد من الدرس: المبدئية مهمة في كل شيء. لا تستخدم سلاحا صدئا للإجهاز على الخصوم اليوم حتى لا تندم على إشهاره ضدك غدا. ستظل المتاريس أسوأ ما أدخلته أحزاب الثورة في قاموس السياسة السودانية، معكم في نفس الخندق لرفضها. ولكن تذكروا أنكم رفضتموها اليوم بعد أن مجدتموها بالأمس، ولكننا نرفضها في كل مكان وزمان.